بسم الله، راح نبدأ اليوم بتجربة رقم 3 اللي انتم ان شاء الله راح تكونوا حسب البرنامج حاضرين فيها داخل المختبر، وراح تطبقوها في داخل المختبر. رقم 3 ورقم 4 ان شاء الله راح نشتغلهم مع بعض في داخل المختبر. التجربة تحت عنوان Direct Viable Count Method. Direct Viable Count Method، في عندك 2 techniques راح نطبقهم زي ما انتم شايفين: A Serial Dilution Technique followed by B Surface Inoculation Technique إن شاء الله. كالعادة يا جماعة، دائما حتى نحافظ على شغلنا ستيرل، هاي البليتس اللي انتو حضرتوها الأسبوع الماضي، لاحظوا inverted position مقلوبين، راح نستخدم 4 بليتس 1 2 3 4 inverted positions مقلوبين. هاي عبارة عن النيوتريانت بروث، بيحتوي على 9 ml اللي احنا حضرناها كمان الاسبوع الماضي، 9 ml نيوتريانت بروث، وعملنا لها اوتو كليفنج، اذا معقمين. في عندك الان بكتيريال سامبل، زودونا فيها المختبر بكتيريال سامبل فيها تركيز النون، اذا النوع معروف عندي هو عباره عن اشريشا كولاي بكتيريا، لكن كم تركيز هاي البكتيريا، هاي البكتيريا سسبنشن كم تركيزه؟ هذا هو السؤال راح نجاوب عليه من خلال هاي التجربه. إذا the concentration or the count، اللي هو مشروح الفرق بيناتهم بالجزء النظري، concentration or the count of this bacterial suspension should be determined using the direct method or the viable method، راح نطبقها اليوم إن شاء الله. إذا to keep the sterility we should use our techniques beside Bunsen burner. إذا راح نشغل Bunsen burner كالعادة، نفتح اللايتر والغاز تدريجيا. و around Bunsen burner كل شغلي وأدواتي لازم تكون موجودة. اليوم راح نستخدم البايبتس، لازم تكون البايبت معقمين، فعملنا لهم احنا sterilization by heating، والموجود داخل البوكس عبارة عن sterilized بايبت. يعني لما نمسك البايبت يا جماعة، أي بايبت تمسكها أنت لازم تمسكها من الجزء العلوي، من عند الإشارة اللي لونها أصفر مثلا، الأصفر بتلاحظ هون رقم 1، إذا هاي سعتها 1 ml، إلها قدرة ماكسيمم تسحب 1 ml إذا وصلت لرقم 0. طيب لو طلبت منك تسحب 0.1 بتعرف؟ 0.1 راح نسحبه راح يكون لإشارة إيش يا جماعة؟ بنقول 1 ناقص 0.1 يساوي 0.9، لإشارة الـ 0.9 هون في الأسفل. الآن لما تيجي تشتغل على هاي اللي هي قلنا عنها sterilized بايبت، غلط تمسكها بالطريقة هاي حتى لو كنت لابس جلافز، وغلط تحطها على البنش، وغلط يا جماعة تحجزها وتحطها في جيبتك وتكون مجهز حالك للخطوة اللاحقة. كل هاي أخطاء تعمل contamination، أي contamination procedure بتطبقه على طول هاي البايبت should be إيش placed in the ethanol، بنحطها في الإيثانول، انتهت خلاص غير صالحة للاستخدام. وبرجع من خلال هذا البوكس بختار ستيرل بايبت، وهاي البايبت يا جماعة بدي أحافظ أنه أمسكها فقط من الجزء العلوي. الآن الخطوة الأولى سميناها سيريال ديليوشن تكنيك، يعني هاي البكتيريا اللي هي الأنون كونسنتريشن الأوريجينال سامبل، أنا راح أسحب منها حسب البروسيجر المكتوب 1 ml وأضيفه في أول تيست تيوب يحتوي 9 ml نيوتريانت بروث. إذا شو بعمل خطوة بنسميها ديليوشن، كم مقدار هذا الديليوشن؟ الديليوشن فاكتور يساوي فاينل فوليوم ديفايدد باي انيشال فوليوم. الفاينل فوليوم راح يصير 9 زائد 1 10 تقسيم الانيشال فوليوم اللي سحبته وأضفته هون اللي هو 1، ف 10 اكس النهاية راح تكون، إذا 10 اكس الديليوشن فاكتور. خلصنا من هاي الخطوة يا جماعة، نعمل شيكينج لعينتي الأولى باستخدام جهاز فورتكس راح نشوفه الآن، وبسحب منها 1 ml وبضيفها في التست تيوب الثاني اللي اوريدي بيحتوي 9 ml نيوتريانت بروث، وبعملها شيكينج، وبسحب منها كمان 1 ml بضيفه في التست تيوب الثالث، وشيكينج، واسحب 1 بضيفه في الرابع، شيكينج، اسحب 1 ml وضيفه في الخامس، ثم في السادس، سابع، ثامن، تاسع،
إذا إحنا قاعدين نعمل إشي اسمه serial dilution، التخفيف على التوالي. كم مرة أخذت من البكتيريا فوليوم؟ فقط المرة الأولى وانتهى دورها. كم مرة أخذت حجم من تيست تيوب الأول؟ مرة أولى وانتهى دوره، وهكذا. إذا هاي الخطوات بنسميها serial dilution، راح نقوم فيها مع بعض وبعدين نحكي عن الخطوة الثانية. هاي البايبت اللي لونها أصفر عندي قاعدة سعتها 1 ml، نركب عليها الفيلر المناسبة رقم 9 رقم 10، يعني أقصى حجم هو 10 وهي 1 ضمن الفوليوم المطلوب. عفوا. الآن قبل ما تسحب البكتيريا اسمها بكتيريا سسبنشن، إيش لازم نعملها؟ شيكينج باستخدام جهاز الفورتكس. سويتش اون، لاحظ هذا الجهاز فورتكس ميكسر. تين سكندز، جاست تين سكندز. نسحب الآن الواحد ميل ونضيفه في داخل 9 ml نيوتريانت بروس. خلينا نشوف مع بعض. إذا لأي إشارة لازم نصل؟ لإشارة زيرو، نكون سحبنا 1 ml. هاي البكتيريا نضيفها في داخل نيوتريانت بروث. امتينج بروسيجر ناو، واي شيء عالق على الجدار، واتخلص من هاي البايبت في الايثانول، انتهى دورها على طول في الايثانول. البكتيريا كمان انتهى دورها، خلاص ما راح استخدمها مرة اخرى. شيكينج الان الفيرست ديليوتد سامبل، 10 ثواني على الشيكر الفورتكس. بايبت جديدة، وراح نسحب الآن. لا لاحظوا لمست البنش، خلاص كونتامينيتد، خلص منها الإيثانول وأحضر نيو بايبت. ده رقم 0 وأنقلها على نيوتريانت إبروس. إمتينج. الآن بقدر أستخدم نفس البايبت في انتهاء من هاي الخطوة السيريال ديليوشن، نفس البايبت ما في مشكلة. الآن الآن شيكينج على الفورتكس للعينة. ونسحب منها 1 ml وهكذا لحد ما نخلص البروسيجر كامل على التست تيوب رقم 3 سيريال ديليوشن. إذا الآن على التست تيوب الرابع راح نسحب كمان 1 ml. وشيكينج على الفورتكس. التست تيوب الخامس.
واحد ميل ننقله على التست تيوب السادس إشارة الزيرو. التيوب الثامن نضيف فيه الواحد مل ديليوشن فاكتور في كل خطوة، في كل خطوة 10 اكس صح؟ شيكينج 10 ثواني. والتست تيوب الأخير الآن بنقول له الواحد مل. نتخلص من هاي البايبت في داخل الإيثانول، انتهى دورها، ونعمل شيكينج للتست تيوب التاسع. احنا هيك بنكون اكملنا 9 سيريال ديليوشنز اوف ذا اوريجينال سامبل اوف ذا بكتيريا. كل مرة كان الديليوشن فاكتور بقيمة 10 اكس، لكن زي ما انتم عارفين البكتيريا التركيز الاصلي للبكتيريا ايش قاعد يقل؟ هل هو بيقل بمقدار 10 اكس؟ في كل خطوة كانت من تيست تيوب الاول للثاني كانت 10 اكس، الثاني للثالث 10 اكس، الثاني، لكن كاوريجينال سامبل اتخففت فقط في المرة الاولى 10 اكس. في المرة الثانية صارت 10 ضرب 10 100، بعدين 100 ضرب 10 1000، 10,000، 100,000، مليون، 10 مليون، 100 مليون، مليار، 10 قوة 9. إذا وصلنا لديليوشن فاكتور 10 قوة 9، خففناها البكتيريا بمقدار مليار مرة. طبعا ليش يا جماعة احنا بنعمل ديليوشن؟ بحيث أنت لما تزرع البكتيريا على الأجار بليت، لما نيجي نزرعها على الأجار بليت في الخطوة القادمة لازم تكون عدد الكولونيز اللي راح نعدها احنا بعد مرور 18 ل 24 ساعه رينجها من 30 الى 300. فلو انت زرعت مباشره البكتيريا على البليت راح تلاحظ انه راح يطلع معك العدد فوق ال 300، وبالتالي غير قادرين احنا نعمل كالكوليشنز. كمان احنا لو عملنا ديليوشن عالي كثير ممكن 10 قوه 9 تيجي تزرعها تطلع معك 3 او 4 او 5 او 10، اقل من 30 كولوني، وبرضه بتكون statistically invalid، غير صالحه للتطبيق الحسابات عليها. فانا بحاجه يا جماعه لقراءه واحده تكون ضمن الرينج من 30 الى 300 بحيث تكمل الكالكوليشن اللي راح نشرحه مع بعض في الجزء النظري. فلما نيجي نزرع الان ما راح ازرع من البكتيريا الاصليه، عارف حتطلع معك ملايين البكتيريا، ولا من 10 قوة 1 ولا 10 قوة 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، هذول أكيد راح يطلعوا تي أن تي سي، تو نيوميروس تو بي كاونتد، تي أن تي سي. فقط راح أزرع من 10 قوة 6 و10 قوة 7 و8 و9، آخر أربعة، على أمل أنه واحد فقط يعطيني قراءة ضمن الرينج 30 إلى 300. إذا في بليت مخصص راح يكون ل 10 قوة 9، بليت مخصص ل 10 قوة 8، بليت مخصص ل 10 قوة 7، وبليت مخصص ل 10 قوة 6. كيف راح تتم عملية الآن الزراعة؟ اسم التكنيك زي ما قرأته في الفقرة B Surface Inoculation Technique، راح نستخدم فيها الجلاس رود على شكل حرف L. هاي هي الجلاس رود على شكل حرف L موجودة في الإيثانول، فإحنا لما نيجي نستخدمها لازم إحنا يا جماعة نتخلص من الإيثانول. فكيف طريقة التخلص من الإيثانول؟ باي هيتنج على بنسن بيرنر. Few seconds heating، ما نخليها تفحم لونها أسود.
اتخلصنا من الإيثانول، لأن لو أنت خليت الإيثانول موجود وجيت عملية الزراعة على سطح الآن البليت، راح نشوف كيف عملية الزراعة. الإيثانول راح يعمل كيلينج للبكتيريا، بطل اسمها فايبل كاونت تكنيك، وراح تكون القراءة مغلوطة، فولز ريزلت. ولو أنت استخدمتها وهي سخنة وعملت عملية الزراعة مباشرة على سطح البليت من الداخل، راح تكون كمان الحرارة تعمل عملية كيلينج للبكتيريا، فبرضه not a viable count technique، وبالتالي النتيجة is false result. فعشان هيك أنت لازم تعملها heating few seconds، إيثانول بتبخر بسرعة بالحرارة، وتستناها تبرد تقريبا 1 minute، تستناها تبرد 1 minute. لأن نيجي على خطوة الزراعة، كيف لازم تتم عملية الزراعة. الآن هاي الجلاس رود راح تكون مع أحد الطلاب، بيكون مجهزها مسؤول فقط عن عملية الهيتينج والكولينج إلها. راح نزرع زي ما حكينا، ها، من 10 قوة 9، نبدأ ب 10 قوة 9، هاي أول واحدة راح نزرعها، و 10 قوة 8، و 10 قوة 7، وال 10 قوة 6، 1 2 3 4 غير وما بدي إياه. نبدأ ب 10 قوة 6 ولا 10 قوة 9؟ وين متوقع تكون البكتيريا أكثر؟ ب 10 قوة 6. إذا ما ببدأ فيها، ببدأ ب 10 قوة 9، لأنه راح أستخدم في خطوة الزراعة 1 بايبت. كم راح نسحب من هذا المحلول أو هذه البكتيريا السسبنشن؟ راح نسحب جاست بوينت 1 الآن. جاست بوينت 1 راح نسحب، إذا راح نستخدم البايبت اللي هي لونها أصفر، اللي سعتها 1 ml. وحتى نسحب البوينت 1 لازم نصل لإشارة الآن بوينت 9، جاست بوينت 1. نسحب هاي الأقل من الدروب ونضيفها على وسط البتري ديش، لما أفتح الكفر طبعا على الأجار سوليد ميديوم، وبعملها تحريك ووزعها، رح نشوف كيف باستخدام جلاس رود على شكل حرف L. خلينا نطبقها ل 10 قوة 9، لكن سسبنشن لازم نعملها دائما فورتكسين شيكين 10 ثواني. نفتح الغطاء، الفيلر المناسبة، نسحب الآن، لاحظ بوينت 1 طبعا هاي البايبت مثلا مكسورة، should not be used على الإيثانول، انتهى دور. هاي الأكسيدانس متوقع تصير معنا. إذا نسحب بوينت 1 لإشارة البوينت 9، هاي أوضح كويسة، جاست بوينت 1، هاي وصلنا لإشارة البوينت 9. أجهز الآن البليت، الآن أرجعه على الأبرايت بوزيشن، ما بخليه مقلوب، برجعه على الأبرايت بوزيشن، وبجانب اللهب راح أضيفها على الميدل أريا بدون أي تلامس في الوسط. أضفتها، تخلصت من أي كمية باقية، سكرها بسرعة إذا كنت تشتغل لوحدك. الآن هاي البايبت راح أستخدمها للعينة رقم 10 قوة 8 و10 قوة 7 و10 قوة 6 نفسها، نفس البايبت. وبعد ما تخلص بتضيفها في داخل أو بتضعها في داخل الإيثانول، انتهى دورها. نيجي على عملية الديستريبيوشن، بدك توزع العينة على كل سطح الإيش السوليد ميديم. خلينا نشوف كيف عملية التوزيع، لاحظ الخطوات، خطوط أفقية، بعدين خطوط عمودية سموث، بعدين حركة دائرية. وبتسكرها، تعمل فليمينج على الجلاس رود اللي هي على شكل حرف L، بتستناها تبرد، وبتستخدمها فور ديستريبيوشن نفسها لعينتك 10 قوة 8. كل مرة بنعملها heating and cooling، heating and cooling. وبنفس البايبت نسحب كل مرة point 1 من 10 قوة 8 الآن، بنضيفها في البليت الخاص فيها، point 1 من 10 قوة 7 وبنضيف على البليت الخاص فيها، 10 قوة 6 وبنضيف على البليت الخاص فيها، والديستريبيوشن باستخدام الجلاس رود زي ما شرحنا معكم الآن. خلصت من الجلاس رود، آخر شيء اعملها heating واستناها تبرد، وبعد ما تبرد بنحطها في داخل الإيثانول للتعقيم الأخير.
نرجع على البروسيجر. وصلنا عند الخطوة الآن الأخيرة incubation in the incubator. طبعا راح نشوف الآن جهاز الانكوبيتر درجة حرارته 37 لمدة الآن 18 ل 24 ساعة. الآن هاي البكتيريا بدها تصير لها growth، راح تأخذ الكونستيتيونس بحاجة إلها من الميديم السوليد ميديم، وكل one cell راح تعطيك growth ل one colony، راح تصير مستعمرة مليونية. إذا إحنا ما بنقدر نشوف السيلز لكن نقدر نشوف الكولونيز. فبكرة لما تيجي تأخذ النتائج راح تعمل باستخدام الماركر عملية عد، بتجيب الماركر وبتستخدم بتتفرج على البليت وبتشوف عدد الكولونيز عبارة عن بقع بيضاء منتشرة على هاي اليلو ميديوم، الكلير يلو ميديوم، بقع بيضاء، هاي بقعة، هاي ثنتين ثلاث أربعة كمثال أنا بشرح، راح نشوفها عمليا مع بعض إن شاء الله. خمسة ستة سبعة ثمانية بتعد عدد الكولونيز وبتعمل كالكوليشن وبتسلم الريبورت. إذا فقط الخطوة الأخيرة الآن ظلت باستخدام الماركر بتسجل اسمك أو اسم الجروب ورقم الشعبة. شعبة رقم واحد، جروب مثلا محمد كان فيه جروب محمد، وهاي كانت 10 قوة 8 نفس الشيء. طبعا نكتب احنا على الجانب، على الجانب حتى نقدر تكون الرؤية واضحة. تكتب هنا شعبة واحد شين واحد محمد جروب، وهاي 10 قوة 7 ممكن نسجل عليها رقم 7. ما حدا يجي يا جماعة يكتب بالماركر بخط كبير مثلا شعبة كذا، يصير صعب رؤية الكولونيز ثاني يوم لما يجي نأخذ النتائج. لا، بتكتب هنا على الجانب شعبة واحد شعبة سبعة شعبة ثمانية، والجروب مين انت اي جروب، وايضا بتكتب اللي هو الديليوشن فاكتور، هل هو 10 قوة 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9. In the inverted position now تخليهم الأربعة جاهزين inverted position، وبنضعهم الآن في داخل جهاز الانكوبيتر. خلينا نشوف الآن جهاز انكوبيتر راح يكون موجود طوال الفصل في كل شعبة. طبعا هذا الجهاز اوفن ما لنا علاقة فيه، هذا الجهاز هو الانكوبيتر. لاحظ هون درجة حرارته 37، برمج على درجة حرارة 37 ديجري سيلسيوس، وما عليك اللي انت تضع البليتس في الداخل الأربعة فوق بعض inverted position مقلوبين، ونغلق الآن الانكوبيتر. 18 لأربعة وعشرين ساعة بتكون صار في عملية growth كافي، وأي بكتيريا عاشت راح تصير عبارة عن كولوني. هاي هي تجربتنا لهذا اليوم، والله يعطيكم العافية.